بداية سبب نشكر الإخوان الإعلاميين عموما على تلبية الدعوة تدخل في إطار التدابير الأمنية التي سوف تتخذ من أجل تأمين المدينة بمناسبة السنة الجديدة. نتمنى أن هذه السنة إن شاء الله تدخل لكم بالصحة والسلامة على سائر الشعب المغربي والأسرة ديال الأمنية خاصة. إذن عموما التدابير كما لاحظتم هناك مجموعات وتشكيلات متنوعة. إذن مجموعة ديال حماية المنشآت الحساسة، إذن الدور ديالها موكول الدور ديالها فيما سبق دارت مذكرة إصلاحية توضح كل اختصاص على حدة كل إجراء ليتي موكول إليه. لأن هناك مجموعة ديال حماية وتأمين المنشآت الحساسة يتعلق الأمر خصوصا بالمراكز الثقافية وما يتعلق أيضا بالمعتاد الدبلوماسية. الدور ديالنا هي تكون اليقظة وأيضا التواجد الفني والظهور الجسدي. هناك مجموعات أخرى تتعلق بالأمر بالدوريات الراجلة اللي تعطي تعليمات على أساس تبرز بشكل واضح تؤمن المواطن وتبدي المخاوف ديالو، ودورها بطبيعة الحال هو التواجد بمراكز تجارية وأيضا الساحات العمومية. هناك أيضا سير والجولات كذلك لليوم هناك تعزيزات من أجل تأمين شرايين المدينة مدارات كبرى والملتقيات، وأيضا للقيام بالدور ديالها الجذري ما يتعلق بالأشخاص المتهورين والمخمورين، وذلك للحد من جهة من مخاطر ديال حوادث السير، وبالتالي أيضا لتخفيف من الإشكالية ديال السير اللي تعرف المدينة لساعات معينة من فترة ليلية. إذن أيضا كاين النجادات اللي غتوزع وتتشوفوا اللوجيستيك اللي هو أمامكم. كل النجادات اللي غادي تتفرق في مختلف شرايين المدينة وفي الأحياء المتفرقة من أجل تلبية نداء المواطنين عبر خط 19. وتكون أيضا دراجات ديال النارية متحركة دوريات كما تعرفون، فهي غتقوم بهذه المهمة ديال تقديم المساعدة للمواطنين. أيضا كاين مجموعات كما جاء لسان السيد الولي لكم قبل قليل لكم الأعداد ديال الحصيص، مجموعة ديال حفظ النظام اللي غتاخذ المواقع ديالها مواقع استراتيجية على متنها رجال ديال الأمن اللي الدور ديالها هو التدخل في الوقت المناسب إذا ما دعي إلى ذلك. على مستوى المداخل المدينة كما لاحظتم منذ أسبوع كانت بداية ديال توظيف ديال العناصر في مداخل المدينة السود الفضائية اللي دور ديالها بطبيعة الحال يكون في إطار تفتيش البضاعة المشبوهة مختلف السيارات أو المركبات الوافدة المدينة، وتنقيد أيضا الأشخاص اللي هما تكون موضوع شبهة إطار تحكم الهوية، وتكون مصحوبة بالفرقة السينوتقنية هي كلها مدربة. ما كانش شي بضاعة مشبوهة أو شاد محافظ. على مستوى المواخي المدينة اتجاه أزلا واتجاه المضير هناك نقاط المراقبة فيها ضباط شرطة فدائية المهام ديالهم هي مهام ازدواجية فيما هو إداري وما هو قضائي. تلقى الإشارة على أن هذه المهام تدخل في إطار توخي الحدث واستتباب الأمن والمحافظة على النظام العام ضمانا استقرار المملكة، وبالتالي قصد محاربة جميع أشكال الانحراف والجريمة عموما، وأيضا حماية الممتلكات ديال المواطنين سواء من المغاربة أو الأجانب. تبقى الإشارة أن سعيدنا أيضا في هذه المهمة الأمنية هو المساعد مشكورين يوم ذهبوا على المشاركة في الجعمال العام النظامية كيفما كانت يوم الدور دائما تلعبوا الدور فعال الدور إيجابي. وهناك أيضا قوات أمنية اللي جات في إطار دعمنا في إطار المهم ديالنا، وبحولنا إن شاء الله غنطلقوا
باش نقوموا بهذه المهمه على اساس واحد، وحنا واثقون بان غيكون غيكون الاخوان كل شيء غيوقفوا معنا هذه العمليه، وبالتالي الدور الامني ودور دور اصبح الامن هو حق السوري والمغاربه كل المغاربه. نتمنى ان توافقوا بهذا العمل. السيد الوالي باش السيدات اللي هما امامكم تخرج للقطاع ديالها، هي دائما عارفه المهام ديالها كما اسلفت لك باش ان شاء الله نبداو انطلاقه باذن السيد الوالي. الانطلاقه ديال تفكك تفكك جميع ولكم ها ولكم الاخوان كلشي